كيف الحوت؟ أنا مرة خايفة. لا والله بالعكس بالعكس. أهمني إيش موضوع اللايف؟ ماني عارفة. شفتي كل يوم الحين أنت موظفة؟ كل يوم حعيش هذا التوتر. لا. يعني أنت تشوف نفس الشاشة اللي عندي ولا لا؟ لا لا، أنت كومنتك غير وأنا كومنتي غير. أنا عندي 6600، أنت كم عندك مشاهدات عادي؟ ما علينا. أنا... بس م... ما شاء الله ما شاء الله، أول يوم وكسرت سوقنا ما شاء الله. اللايكات هذول إعجابات، الناس اللي كبسوا عليك هذا اللايكات، كل ما سوالك كذا هذا إعجابات. يعني دائما والله إني كنت عارفة من جد حيقفل. كنت بنلعب تحدي شو ذيك بس لك. لا لا والله ما أعرف ما. لا لا سوي قبول، بس سوي قبول. إيش هذه يعني؟ أسألك دعوة تحدي عشان الناس يدفعون فلوس. لا لا ما أبغى ما أبغى. أنا أبي. لا أنا ما أبغى. عادي إذا خسرت يعني الجولة هي بسيطة، ما راح أحكم عليك. لا ما أبغى ما أبغى. أنا أحس إني في عالم موازي. مالك أنت أقبلي. ما أبغى. برو أقبلي يا أخي. إيش يعني حيصير؟ إيش يعني التحدي؟ بتشوفي أقبلي سوي قبول. ياه يا أنس. ما عليك ما عندي مرور، جاءتي في وجهي. يعني الحين دقيقة، إذا التيك توك حيقفل أنا أصلا ليش مكملة لايف؟ بس أقبل. إيش يعني؟ ما أبغى ما أبغى. بس بنلعب بس بعلمك. لا يستر منك أنت. يا ليت. إيش يعني؟